أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما القول الراجح في حكم إخراج القيمة في الزكاة؟ لا بأس بذلك عند الحاجة، إذا كان هذا أحسن للفقير، إذا كان هذا أحسن للفقير أن تعطيه القيمة فلا بأس، لأن المدار على ما ينفع الفقير، فإذا كان أنفع له أنك تعطيه القيمة فأعطه القيمة. نعم. وهل يطرد هذا أحسن الله إليكم في زكاة الفطر؟ لا، زكاة الفطر منصوص عليها ولا تغير، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها وقدرها بالصاع، صاعا من بر، صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، قدرها بالصاع، فلا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، لأن الرسول حددها بالصاع ولم يأمر بإخراج الصدقة فقط مطلقا، بل أمر بالصاع والمقدار وحدد الأنواع التي تخرج منها، من البر، من الشعير، من التمر، من الزبيب، من الأقط، فدل على أنها لا تخرج من القيمة، لأن القيمة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النقود موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بإخراج النقود، وإنما أخرج بإخراج الطعام وقدره بالصاع، ولأنه في يوم العيد الفقراء ما يجدون مكان يشرون منه، لو أعطيتهم نقود لا يجدون مكانا يشرون منه الطعام في يوم العيد، لأن الناس قد أغلقوا دكاكينهم، أغلقوا دكاكينهم ولا يجدون، وهم المقصود منها نفعهم في هذا اليوم، لأنهم في أيام، في الأيام التي في غير يوم العيد يشتغلون، يكدون في اليوم ويحصلون آجار، يوم العيد ما فيها أعمال، معطلة ولا فيه دكاكين، فيعطون الطعام ليقتاتوا فيه في هذا اليوم، يوم العيد، حتى يعطلوا مع الناس ويفرحوا مع الناس. نعم.